حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل. مثل ما احنا شايفين كيف قامت سلطة الاحتلال ب للنساء الكبيرات بالسن الذين يجلسون في باب العمود برمي بضاعتهم على الأرض. شو بتقول يا حجة على اللي بيصير هاد؟ شو بتحكي؟ يعني زي ما احنا شايفين رموا للنساء الكبيرات بالسن بضاعتهم على الأرض ليلم يعني كبولهم إياهم حسبنا الله ونعم الوكيل. يعني جاء أجا فجأة وبدأ برمي بضاعة النساء على الأرض. نساء كبيرات بالسن يأتون من أماكن بعيدة ليترزقنا. شو بتحكي يا شو بتحكي يا ستة على اللي صار هلا؟ رموا لك بضاعتك كيف نبضع ما انتبهناش لها؟ صحيح انا شفته فجأة اجا ورمى البضاعة ما انتبهناش لها. شوف يلا في رب يا رب. صحيح الله يغير هالحال ان شاء الله يا رب. امين اللهم امين تداويهم ان شاء الله باذن الله باذن الله. كانوا جالسين فجأة يعني جاءوا بلحظة بدأ يرمي بضاعة النساء الكبيرات بالسن عند باب العمود. لا نقول إلا حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل.